هذا الموضوع مش عملية تجارية، يعني الزيادة بده كله بالأخير يعود على الإنسان، على المواطن، على الفرد نفسه، يعني على الشعب نفسه. المفروض الحقيقة يكون في جهد قوي جدا من قبل يعني من نقابة المحامين، القضاء، الناس المعنيين، لتقف يعني تستطيع أن تؤثر على 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 هذا القرار وترده إلى واقعه، لأنه هذا شيء غير مرفوض جدا. رأيي أن هذا الكلام يعني ثقل على كاهل المواطن المسكين في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني. والضرائب يعني أوكي موجودة في كل الدول، لكن بقدر متوسط الدخل وبقدر قدرة الأفراد على دفع هذه الضرائب هيك يعني. فهي أنا بتصور أنها عبء على المواطن وعلى كاهل المواطن. بكل توجه المواطن على المحاكم ولا القضاء نتيجة هذه الرسوم الغالية. يعني الشعب الفلسطيني بمر في ظروف صعبة واستثنائية، يعني الحالة الفلسطينية حالة استثنائية وخاصة جدا، يعني يفترض يعني إيجاد تسهيلات أفضل وتخفيض رسوم المحاكم، وليس يعني في هذه اللحظات في هذه الظروف الصعبة يعني زيادة هذه الرسوم على المواطن الفلسطيني. زيادة من هذا النوع في الرسوم أعتقد ستؤثر على توجه الناس إلى القضاء والبحث عن وسائل بديلة لتحصيل حقوقهم. يجب أن تكون الأكسس إلى القضاء، الطريق إلى القضاء مفتوحة بدون كثير من القيود والتعقيدات. راح تثكل كاهل المواطنين، والقضاء يظل في المحاكم لفترة طويلة، وممكن الناس ما يلجأوا للمحاكم، بالتالي مضاعفة رسوم المحاكم سيخلق مشكلة ويزيد أعباء الاقتصادية اللي هي أصلا موجودة على المواطن. وبالتالي من طالب الحكومة أنه تخفف هاي وترجع الرسوم كما كانت سابقاً.